بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله الصلاة والصيام والقيام، أمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه: أمتي أمة مرحومة. هذه الرواية خرجها الإمام الحاكم في مستدركه. أما الرواية الثانية: إن أمتي أمة مرحومة، هي الرواية التي خرجها الإمام أحمد في مسنده. فهذه الأمة شرفها الله عز وجل بأن رفع مقامها لتكون شاهدة على الناس، تكون شاهدة على الأقوام السابقة، تكون شاهدة على أولئك الناس، هل كانوا مؤمنين بأنبيائهم؟ هل صدقوا ما بلغوا به؟ أم كذبوا وكفروا وظلوا وأظلوا؟ هل كانوا متعاونين مع أنبيائهم فبلغوا ما بلغوا به؟ أم لم يكونوا كذلك؟ فهذا مقام سامق خص الله به عز وجل أمة الإسلام. قال ربنا عز وجل في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة الإسلامية إذن شرفها الله عز وجل بهذا المقام الرفيع، ولكن في الوقت نفسه كلفها لتكون شاهدة على الناس، لا بد أن تحقق حضورها الفعال في جميع مجالات الحياة من خلال أدائها لفروض الكفاية فضلا عن فروض العين، لأن فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فروض الكفاية تتمدد وهي عديدة، نجدها في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في مجال المال والأعمال، في المجال الإعلامي، في المجال الدعوي، في المجال الحضاري، في جميع مجالات الحياة. ففروض الكفاية إذا أدتها الأمة مجتمعة وإذا أداها بعض أفرادها يرفع الإثم عن الباقين، ومن أجل ذلك رفع الله مقامها، ومن أجل ذلك كلفها بتحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض. فإذا أدت واجباتها وأدت ما عليها ربنا عز وجل سيرحمها، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمة مرحومة. وما أصابها من قروح في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال الحضاري، في جميع مجالات الحياة، فإنه قادر على أن يغير حالها إلى أحسن حال. تقبل الله منكم ومنا الأعمال الصالحات، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.